old school. أفضل الطب يعني شرح خصوص النظر كفاوي يعني هو اتكلمت عليه هو الهو سكول الاستخدامات بتاعته والانواع والاشكال والحاجات دي كلها فاهم مش فاهم بس هو لازم يكون عارف ان الهو سكول هو اداه او شيء تصميم حاجه من اللي كان مصممها اللي يعمل لك عمليه مهاره للقوه عن طريق ان هي بتحرك وتحول لك الحركه الدورانيه لحركه خطيه والحركه الخطيه فيها قوه اكبر بكتير من القوه اللي هي الافلام يعني انت تقدر كشخص طبيعي تقدر ترفع او تحرك بايدك بوابه وزنها مثلا طن او 2 طن عن طريق باور سكرو الكلام ده مش بتوع اكتر فين؟ البوابات لو انت ماشي على النيل تحت كوبري بوابات تحت الكوبري او بوابات اللي هي بتعدي على الكلى الصغيره وكده دايما تلاقي في حاجه كده بتترفع من الايد بتتفتح بتطلع لك جوه لفوق او بتنزل لك البوابه بتاعتك نفس الكلام موجود في المحابس الكبيره قوي فيها الميه ما اللي هي بتبقى جايه محطه او الشروط بتاعت الموضوع والكلام ده كله تبقى حاجه شبه البيت برضه ده بيبقى عباره عن ان هو انت المحبس بتلفه كده كذا لفه واللف ده كله كنت مطلع لك ايه الاروصه ومن السلك حنفيه المايه العاديه خالص البدائيه الحركه اللي كنت بتلف ايدك شمال ويمين انت كده انت بتحرك سكوت حرك هو سكوت غير غلط والجيزه بتاعته على المدخل بتاع المايه كلام المايه مثلا الضغط بتاعها كذا بار ما تقدرش ان انت لو فتحت المكان سدها ايدك ولكن تقدر بايدك بكل سهوله انت تحرك اليد بتاعت الحنفيه تقفل لك المايه اهو وتفتحها. دي كده استخدامات كتير للباور سكول. التصميم بتاعه هنشوف الانواع بتاعت الباور سكول اللي بنشتغل عليها وكل نوع ازاي نقدر نصممه او نعمل له الحسابات بتاعته. الحسابات بتاعتنا لما نيجي نتكلم على الخطوات بتاعت التصميم هتلاقي ان انت مش محتاج التصميم بتاعك غير ان انت تكون عارف بس ان انا الباور سكول دوت هشيل كام كيلو او هيطلع لي قوه فانت كام كيلو هضغط دي حاجه كام كيلو بنسميها الكباسيتي اوف باور سكول القدره بتاعته يقول لك المكبس دوت ده مكبس 2 طن ده مكبس 10 طن ده مكبس 100 طن تمام كده اول حاجه هنتكلم على الابعاد اللي هي الرئيسيه اللي موجوده في اي باور سكول باختلاف انواعه دي كده ابعاد الرئيسيه متعرف عليها قبل ما نبتدي نتكلم في الانواع بيبقى عندي اول حاجه الجسم بتاع الباور سكول نفسه موجود معايا في الشكل ده هنحط عليه الابعاد بتاعتنا الابعاد اول حاجه الدايمتر اللي هو الصغير خالص اللي بين الخطين اللي جوه بنسميه الدي سي اللي هو يعتبر الكور دايمتر الكور دايمتر او المينور دايمتر اصغر دايمتر موجود عندك في الباور سكول وتصميماتك كلها انت بتصمم اي قوانين فيها حسابات فيها دي بتبقى دايما الدي اللي هي الدي سي تمام كده؟ طيب الدي الكبيره قوي اللي هي بره من النقطه دي النقطة دي كده الخارجية بنسميها الدي فقط. الدي هنا بنسميها الميجر دايمتر أو النومينال دايمتر. قال لك سكرو ويست جيب كذا. يبقى الدي ديت هي النومينال دايمتر. ودي طبعا متوسط بينهم من نص المسافة هنا ونص المسافة هنا ده بنسميه الدي ام اللي هو الافريج دايمتر أو المين دايمتر أو البيتش دايمتر. تمام كده؟ رمزه دي ام. دي ايه اللي هو السنتر بتاع ده السنتر بتاع ده يعني انت لو جبت مسافه مثلا الاروز اللي هو العادي لو معاك بالشكل ده كده دي سنه ايه؟ وصلت الناحيه الثانيه الجزء الثاني كده وعملت في الطاعه فانت عندك من النقطه دي للنقطه ديت اللي هي دي الكبيره من النقطه الداخليه للنقطه الداخليه دي الصغيره من نص المسافه هنا متوسط السنه متوسط السنه هنا دي اللي مقصود بيها دي ايه؟ لسه هنفهم القانون الجاي. أول حاجة لو أنت جيت بصيت على الدي سي اللي هو الفور دايمتر يساوي الدي ناقص البي والدي ام يساوي الدي ناقص نص البي ناقص نص الدي لا الدي ناقص نص بي تمام كده؟ طيب إيه هي البي أصلا؟ قال لك البي حاجة بنسميها البي الخطوة بتاعت السكرو يعني إيه الخطوة؟ المسافة من بداية السنة دي كده بداية السنة اللي بعدها يعني لو جينا بصينا عليها نبدأ فين؟ من بداية السنة دي كده بداية السنة اللي بعدها دي بنسميها البي اللي هي البيتش بتاعها معناها ايه لفظيا؟ قلنا معناها الخطوة طب معناها ايه بالفعل؟ دي المسافة اللي السكرو بيتحركها افقيا لو لفيت 360 درجة
يعني انت لو لفيت السكوب بتاعك لفه كامله 360 درجه هيتحرك معاك مسافه خطيه القيمه بتاعتها مش هنقول انها بتساوي البي، بتساوي حاجه ثانيه اسمها ال. المسافه الثانيه حاجه ثانيه اسمها ال، والكل هنا معناها الليد. ايه الليد بقى ترجمته حرفيا؟ المسافه الخطيه اللي بيتحركها السكوب لو لفيته 360 درجه. زي بالظبط لو انت ماسك مسمار وصامول، حطيت مسمار في الصامول، لو لفيت المسمار ده درجه كامله هينزل في الصامول بمسافه، المسافه ديت هي ديت الليد بتاعك. طب ليه ما قلناش ان هي البيتش؟ هي هتبقى البيتش في حاله واحده بس، لان ال القانون بتاع انها بتساوي ال في البي، في البي هنا البيتش. طب ال دي عدد ايه؟ عباره عن ايه؟ قال لك بتعدد لي عدد بتمثل لي عدد الروزات اللي على العمود، يعني العمود معمول عليه كام روز ماشيين مع بعض. يعني ايه كام روز ماشيين مع بعض؟ ساعات تلاقي الروز ده انت مسكت السكوب بتاعك بصيته كده تلاقي ان انت البدايات مش بدايه روز واحده، في بدايتين او ثلاثه او اربعه. زي بالظبط لو انت جاي، يعني انت مثلا لو قلنا هنمثل الروز ده بان انا جاي بحاجه زي القلم ومسكت فيه مثلا سلك او خيط وبلفه حواليه. هو مسار خيط واحد اللي ملفوف معايا. ففي الحاله دوت تبقى سنجل ثريد وتبقى ال ان بواحد، ساعتها يبقى الليد هو نفس البيتش. متفقين؟ طيب لو قال لك ان هو دبل ثريد او تريبل ثريد معناه ايه؟ معناه ان انا ماسك حبلين مثلا، لو هو دبل الحبلين دول بلفهم الاثنين مع بعض التوازي موازيين لبعض لحد ما النهايه بتاعتهم تيجي في الاخر بين النهايتين وسنتين، في مسارين ماشيين مع بعض التوازي او ثلاث مسارات ماشيين مع بعض التوازي. في الحاله دي عدد المسارات هو ال ان. لو ضربته في البيتش يديك الليد بتاعك، الليد ده المسافه، لو انا لفيت 360 درجه الباروس هو حركه حركه رأسية. مفهومه الجزئيه دي؟ وظيفه الليد نحط فيه اكتر من سكوب في اللي نخليه سنجل سكوب او دبل او تريبل، كل ما زودت العدد بيزود لك السرعه. طب زياده السرعه تيجي منين؟ ما زياده السرعه جايه من زياده المسافه. انت دلوقتي ملف 360 درجه، هل بيتحرك ب بي ولا بيتحرك ب 2 بي او 3 بي هيبقى اسرع؟ اكيد لو بيتحرك ب 2 بي او 3 بي هتلاقي بتاعك مسافه اطول بكتير. معنى كده ان الدرجه الواحده ادتني حركه مسافه اكبر، فودي السرعه بتاعتي. طيب الحسابات بتاعتنا، طيب هنا برضو عندي على الرسمه زاويه الميل بتاعت الاروز نفسه بنسميها الفا، والالفا هنا اسمها الهيلكس انجل. فاهمين يعني ايه زاويه الميل؟ يعني لو انا لفيت الخيط معاه سلك بتاع دلوقتي، انا لو بلف الخيط ماشي كده تمام غير ما يكون في ميل، يعني تمام ازاي؟ دلوقتي لو انا لفت ده كده، ده كده الشكل بتاع الاسطول بالظبط. زاويه الميل دي ممكن ازودها، ممكن اخليها اعمل كده، البيش زاد معايا وزاويه الميل زادت معايا. ممكن بنفس زاويه الميل ديت ما ازودش البيتش، يعني ممكن تبقى البيتش هنا كده بس السلك بتاع نفسه زاويه الميل بتاعته كبيره. زاويه الميل كبيره يعني ده موجود معاك اهو، شايف ده كده اقدر اضغطه كده مع ثبات البيتش عادي. ده الفكره اللي نقصد بيها زاويه الميل. زاويه الميل دي بقى هي اللي هي تقدر تمثلها، يعني مش بتأثر يعني على حسب بقى القانون معايا، على حسب تاثيرك في القانون. لا حسابات ما بتتحسبش عشوائي يعني. يعني هي مضاده ضربات الزاويه دي لما بتزيد البيتش بتزيد كده؟ اه الزاويه دي لما بتزيد البيتش تان الفا بيساوي ال ال على الباي مضروبه في الدي ام. تمام كده؟ فبالتالي انا عايز اجيب الالفا هتساوي تان ماينس واحد ال على باي في الدي ام. واحنا اتفقنا ال ال هنا عباره عن اللين، والدي ام عباره عن الميت بارامتر اللي هو بحسبها دي ناقص نص البي، تقدر تجيب منها الالفا. طب ليه بحسب الحاجات دي؟ لان الحاجات دي احنا هنستعملها كمان شويه في القوانين اللي هنجيب منها التورك، واللي هنجيب منها التصميم او الابعاد بتاعت الباور سبول. طيب ساعات يبقى عندك الباور سبول جيفن في المساله يقول لك ان انا عندي معايا باور سبول سكوير، باور سبول او ترابيزوردر او باك، الانواع دي هنفهم معناها ايه دلوقتي. ويديك جنبه شويه ارقام، يديك يقول لك الدايمتر بتاعه كذا والبيتش كذا. فهو يقول لك انا عندي باور سكرو او سبندل او ثريد الرمز بتاعه تي ار
40 14 دي 7 معناها ايه الرموز دي؟ ساعات ممكن تلاقيها دي في الوحيده في المساله اللي معاك. التي ار او الاي سي او الاس كيو او الاس ترابيزويدال او اك او سكوير ماشي. تاني رقم ده بيمثل لي ايه؟ بيمثل لي الدي. الدي مش الدي ام ومش الدي سي. الدي اللي هو النومينال دايمتر. ال 14 ده بيمثل لي ايه؟ بيمثل لي الليد بتاعتك. بيمثل لي الليد. البي 7 السبعة دي بتمثل لي البيش بتاعتك. تمام كده؟ طيب هنا دي اللي هنا دي ايه؟ ايه؟ دي 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 انا دي اللي موجوده في المرحله دي هي دي يا هندسه؟ النوم اللي اكتر بتاعها تي ار ده الاسم بتاعه والرمز هل هو ترابيزويدال ولا سكوير ولا النوع بتاع الاروز نفسه؟ نوع السليب نفسه. طيب في الحاله دي تقدر تقول هو كام ستار كام اروز هنا؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثه سنجل ولا دبل ولا تريبل؟ ده كده دبل. ساعات يديك يقول لك انا عندي الترابيزويدال تي ار 40 في 14 من اسود. في الحاله دي ال 40 دي هي الدي وال 14 هنا هي البي مش ال ماشي. وانا في الحاله دي كده كده سيمبل سيل خلاص ما فيش كلام. سيمبل سيل دايما يقدر يمثلوها لك عادي برقمين ما فيش اي مشكله. سواء بقى دبل او تريبل لازم يحط لك قيمه الليد وقيمه البيتش عشان انت تعرف تقول ان هو دبل او تريبل. هل دي هتساوي ايه؟ هل ده هتساوي البي هتساوي ايه؟ اه عشان الان بواحد فبقت البي هتساوي ايه؟ بالمعلومات اللي احنا قلناها ديت نقدر نخش على الانواع بتاعه السريد. اول حاجه نبتدي بالسكوير سريد. هتلاقي عندك حالتين، حالتين لو انا برفع حلم او لو انا بنزل حلم وازاي اسيب كفاح. بعد كده اخش على الترابيزويدال سيت برضه ازاي ارفع كام وازاي انزل كام وازاي اسيب كفاح. بعد كده هنتكلم على الحسابات بتاعت الكولر والحسابات بتاعت النقط. وبعد كده هخش في المسافه. تمام. هو المفترض السكشن ده بتسمع على مرتين او ثلاثه بس انت عشان الاثنين الاسبوع الجاي فاحنا مضطرين نحاول ننجزه النهارده يعني الناس تصحصح كده معايا عشان في المسائل مش هشيل المسائل على طول. نقول مسائل شفهي ونخرج المقالات وانتوا اللي هتقعدوا تكتبوها كده ونعلمكم الكلام يعني. ركزوا كويس في الخطوات اللي هتتم كلها. أول حاجة هنتكلم على السكوير على واحد ناقص ميو
be saved. Them to fend for you. زي تان ألفا مقسوم على واحد ناقص تان فاي تان ألفا في النهاية لقيت الجي بتساوي ده بتقول إن هو في الغالب مستعمل في جي يعني دبليو كده انا بعمل ايه؟ بعمل عمليه
ليفتنج للنود البين تحسب القوانين دي والام ديوتر دي الاثنين في الاخر اصلا تحسب القوانين دي تمام كده. ساعات يديك المواصفات بتاعت الباور سكرو مثلا ويديك القوه بتاعت العامل وطول الدراع اللي هو هيلف وقت نظر قوه العامل وطول الدراع يديك ايه؟ عمالة التورك اللي هو البني ادم هيعمله. فانت تاخد التورك دوت واللي هيشيل منه الكبس المكبس دوت هيشيل كام كيلو؟ اللي هو عكست المساله يا طارق. فانت انت فاهم المبدا نفسه وفاهم احنا القوانين دي مستعمله فين؟ فاي حاجه تبقى منك لو انت فاهم القوانين وفاهم تعوض فيها مش تبقى ازمه خالص بالنسبه لك، تحسبها بكل سهوله. لان توتال ده التورك. واضح كده ولا في مشكله؟ تمام. طب دلوقتي ده الكلام ده انا برفع اللود، طب لو انا بنزل اللود ايه الاختلاف اللي هيحصل معايا؟ هو كده كده في اشاره بالظبط. في خلينا نشرح حضرتك شويه بس احنا دلوقتي القوانين بتكتب القوانين طيب بتاعت تنزيل اللود والقوانين بتعكس كل الاشارات اللي موجوده في القوانين دي. يعني في الليفتنج هتلاقي ازاي دي هتبقى ناقص والناقص ده هتبقى زائد. نفس الكلام هنا في ناقص دي هتبقى زائد دي هتبقى ناقص دي هتبقى زائد دي برضه زائد تاني تبقى ناقص وهنا تبقى ناقص نفس القوانين بس بدل الزائد ناقص. لو انا عايز اعمل انا هنا بعمل ليفت من الاضافه للود. طب انا عايز تنزيل للود يعني ما بقولش كل اللود محمل انا بنزله القوانين كلها الاشارات تتعكس معاك في القوانين. بص الماكسيم افشنسي اقصى كفاءه ممكن تحصل عليها 1 ناقص ساين فور على 1 زائد ساين فور. وده بيحصل لما تكون الالفا بتساوي 45 ناقص فور على 2 ده يديك اقصى كفاءه موجوده. بس اقول لك احسب لي مثلا الشمس عوضه وقانون ده
لو سؤال انت بتحصل عندي مثلا في شخص سؤال في الشافه او في غيره ده او ادى لك انت في مساله نفسها بس لو نفسها مكتوبه قلت له لا رب برضه لو المفروض نازل شغال طالع على الاسف بقى في ناس مش فاكر معايا قلت في شخص حاجتين كفاءه عموما بتاع الباور سكول نفسه بتاع العمود اللي انت عملته. طب دلوقتي يا شباب دلوقتي خلينا نتكلم برضه نرجع تاني للمثال اللي هو البسيط بتاعنا اللي هو الكوريك بتاع العربيه اللي هو غالبا انت مش عارف انتوا مش هتبقوا حاجه اسمها الاسكوجه زي اللي صممناه ما كانش الشرح يعني تاني. انا دلوقتي ده السكرو بتاعي ماشي وده الجسم بتاعي الباور سكرو بتاع النط النط اللي موجوده في الكوره والحاجه كلها ورفعت الباور سكرو دوت في هنا مثلا رفع العربيه رفعت تمام وبعد كده شلت ايدي وسبت ايه اللي بيمنع العربيه من انها تروح ضغطه عكسيه العمليه؟ السلف حاجه اسمها السلف لوجن وسط التصميم بتاعك بتصممه على حسب التطبيق انت بيكون سيلف لوجن او نوت سيلف لوجن يعني سيلف لوجن يعني انا ماشي القوه اللي انا بلف بيها واسيبه هو مش هينزل لتحت هيفضل متعلق زي ما هو عادي عشان كده وانت بتنزل انت ما بتبقاش شايل حاجه على ايدك انت كل اللي بتعمله انت بتحرك الرؤوس بس نفس الكلام وانت بتطلع اللي بيفيد لك ايه؟ ان هو الرؤوس سيلف لوجن طب لو الرؤوس نوت سيلف لوجن ده دي تطبيقات ثانيه خالص ما ينفعش ان انت تعمل السكول جاك او حاجه ترفع بيها تمام او تنسف بيها ما ينفعش انت تعملها سيلف لوكنج خالص لازم تعملها نص سيلف لوكنج لازم قصدي تعملها سيلف لوكنج طب النص سيلف لوكنج ده قال لك ده بيستعمل في تطبيقات محدده يعني ايه تطبيقات محدده ممكن تشوفه عند فرشه نجاره او فيديو عابر او في فيلم او في اي حاجه في تقول كده تلاقيه فك حاطط مكان السن بتاع الفك مثلا بونطه بتاعت مثلا بتاعت الحياه ويحط الحاجه مثلا هو عمال كل اللي هو بيعمله بيضغط من غير ما السن يتشال رجوعه والضغطه بتاعته دي عماله تلف في السن بتاع البنط مش عارف اسمه راتشيت او حاجه اسمه وليد كده تمام في فكات نفس الكلام لو فك انت بتحط الفك تضغط عليه كده من غير كهرباء من غير حاجه هو جوه الرؤوس الضغطه بتاعتك دي تروح لفه الرؤوس بتاع الفك ربطه بمسمار فانت ضغطه في الثانيه في الثالثه تروح ربطه بمسمار كويس جدا ده تطبيق اللي ما شافش التطبيق ده اكيد شاف في البيت في اللي هي بتاعت دي المقص اسمها الشرشوبه اللي بيمسح عليها اسمها ايه؟ ما اسمهاش شرشوبه؟ ماشي اسمها المهم يعني في منها دلوقتي طالع لو انت اليد بتاعتها تضغط عليها كل ما تضغط تلاقيها بتلف معاك عشان تقصر الميه اللي فيها كل ما تضغط اكتر السرعه عماله تزيد معاك ايه اللي خلى ده حصل؟ هو عباره عن باور سكرو مقلوب وانت كل اللي عملته ضغطت على الكولر بتاعته فالكولر راحت نازله لف الباور سكرو نزلت بتاعته كل ما تحط عليه ده تلاقي النهايه بتاعته بتلف معاك اصلا دي تطبيقات موجوده معتمد على اللي هو النص سيلف وصلت الفكره بتاعتنا؟ طيب ازاي نحدد التصميم بتاعنا اذا كان سيلف لوكنج او نص سيلف لوكنج؟ قال لك والله انا لو عندي فاي اكبر من او بتساوي الفا فهو سيلف لوكنج. لو الفاي كانت اقل من الفا يبقى دوت نص سيلف لوكنج. بس ده انت محتاج تعرفه لان ساعات تكون في مساله بسيطه جدا بتاخد اكتر سؤال بدرجه قليله قوي يقول لك تشيك اعمل لي تشيك هل ده الباور سكرو ده سيلف لوكنج ولا نون سيلف لوكنج بس فانت تروح عامل تشوف القرن الفاي والالفا فاي اكبر سيلف لوكنج فاي اقل يبقى نون سيلف لوكنج حد هنا عنده اي مشاكل في الاسئله ده كده الترابزون ده السكوير سيلف هنتكلم عن معيد التأكيد من شهر فرع واحد لأن الاختلاف بينهم كلمة واحدة بس فنقولها ونتكلم برضو على النط تمام كده؟ هنسحب على التريلو you
The night day. النوع الثاني اللي هو النوعين مع بعض بروزيوزر جاكن سريت والاثنين بتشوفوا مع بعض بيضموا بعض بسيط. هناك شكل السنه في السكوير كان بيبقى واخد شكل مربع زي ما انا رسمتها لك كده، كنت رسمها لك تحت بكده ولا ايه؟ هنا نفس الابعاد يعني نفس التشريح او التصويب بتاع الدي والدي ام والدي سي والبي والان. مش هنعيد الاختلاف البسيط اللي بيظهر معايا بقى كان جديد اسمه السيتا. ايه السيتا؟ قال لك انا عندي بروزيوزر بجد بيبقى شكل السنه واخد شكل شبه منحدر. ما بيبقاش واخد شكل سكوير زي التاني. وطبعا هو نفس الكلام يعني نفس البارامترز اللي قلناها هناك هي نفسها اللي موجوده هنا، يعني انت لو قست من هنا لهنا هتلاقي دي البيتش بتاعتك والمسافه دي زي هناك برضه هو عباره عن الدي على 2 بنسميها التي تساوي دي على 2 هو الدبس او السكنس بتاعت السنه نفسها. فهيزيد معاك بس ان حاطين دول كده متوافقين مع بعض في زاويه، الزاويه دي بنسميها دي سي. الاثنين سيتا ده قلتين يا اما 30 درجه يا اما 29 درجه. لو هي 30 درجه فده كده ترابيزويد، لو هي 29 فده كده ده الفرق اللي بينهم. المساله السيتا في الغالب بقول لك اخد سيت كذا او ترابيزويد سيت والتي سيتا بتاعته، حاطط لك ان هو ترابيزويد وما قالكش السيتا بكام، فانت عارف ان هي ترابيزويد السيتا بتاعته 30 خلاص مش محتاج ان هو يديها لك وتبقى جايبه معاك. واضح الكلام؟ بقيت القوانين حاجه خلاص هي مطبقه على الاثنين، هيبقى القانون فيه سيتا وانت بتعادل السيتا بناء على حسب ايه؟ النوع اللي قدامك. كده؟ القانون لو سيتا تاخدها بنص قيمه، لو اديه سيتا تاخدها القيمه كلها. يعني انا اللي سيتا كلها 30، يعني السيتا الواحده ب 15. على حسب بقى القانون فيه سيتا ولا فيه سيتا. واضح؟ أول حاجة لو أنا بعمل ليفتنج للود، هتلاقي إن عندك هنا البي، البي اللي هو الإيفورت يساوي هو قانون واحد عندي هنا، الدبليو مضروبة فيه نيو 6 سيتا زائد تان ألفا على واحد ناقص